أنا هذا. فخور جدا بأخذ هذا القرار الكبير في حياتي الكروية. أنا في أوروبا أتممت مهمتي على أحسن ما يرام، فزت بكل الألقاب الممكنة، نشطت مع أحسن الأندية الأوروبية. بالنسبة لي هذا تحدي جديد في قارة آسيا، ونادي النصر أعطاني هذه الفرصة. كريستيانو رونالدو انتقال للدوري السعودي وقطعا سيكون اضافه كبيره للدوري السعودي، اضافه كبيره للنصر السعودي، اضافه كبيره للكره الاسيويه، هذا لا احد يشك فيه. سعاده تغمرني بالتواجد هنا. أنا حظيت بترحيب كبير، وعائلتي كانت مسروره بهذا الترحيب. أعدكم بأن أقدم أحسن ما لدي. أنا هذا.